يمكن ده اللي خلى جهود الدولة ما بعد 30 يونيو تتكامل مع ثورة 30 يونيو بالمشروعات الثقافية العملاقة والاحتفالات الجميلة زي ما شفنا حفل نقل المومياوات. طبعا قد إيه ساهم في إعادة إحياء الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتحصينها؟ هقول لحضرتك أكتر من مشهد يعني أنا شخصيا عايشته. يعني القوى الناعمة المصرية يعني إنتاج فيلم كبير زي فيلم الممر إن الشباب يدخلوا يا دكتور محمد أكتر من مرة. طبعا أكتر من مرة شباب ما بين 20 و25 سنة. ده كان تقريبا البداية. بداية استخدام الدراما كسلاح في الفترة الأخيرة. طول عمر السينما العربية هي السينما المصرية. طبعا مش كده؟ طبعا. فأحد أسلحتنا هي يقال عليها قوة ناعمة. لكن هي ليست قوة ناعمة لا طبعا. لا هي قوة ضاربة سلاح حقيقي. قوة ضاربة. فيلم الممر عمل حالة لدى الشباب عظيمة جدا من الانتماء ورفع درجة الوعي عند الشباب. أنا بعض الشباب جاي يقول لي أنا يعني في الجامعة يقول لي إزاي أدخل الجيش بعد ما خلص الجامعة. يعني إزاي ألتحق بالقوات المسلحة الكلية الحربية بكذا بعد ما خلص كليتي ودراستي. كمان أعاد تصحيح الصور الذهنية. صحيح. في حاجات يعني كتيرة قوي يعني ثوابت كتيرة قوي كانت اهتزت. يعني أنت بتستعيد المصريين بعمل فني أو بعمل سينمائي حقيقي تم إنتاجه بمنتهى القوة وبالشجاعة والتمويل اللازم وبنجوم وبكذا. طبعا ده ادي حالة. الحالة التانية حضرتك اتفضلت وقلت عليها حفل المومياوات. انت استعرضت الحضارة المصرية امام المصريين. انت خليتها داخل كل البيوت وامام كل الاسر على كل الشاشات. كان المصريين جميعا جالسين امام الشاشات يشاهدون مصر بعيون اخرى. يشاهدون مصر بقلوبهم بجد. هي دي بلدنا الحقيقية. بلدنا صاحبة الحضارة العريقة اللي هي الحضارة التي يعني أسهمت في إسهامات عظيمة جدا على يعني على يعني على مدار قرون وساهمت في تقدم وتطور العالم كله الحقيقة. والعالم كله ما زال يحتفظ بفضل الحضارة المصرية حتى اللحظة يعني. والمنصفين كثيرين في الحضارة الغربية الذين يتحدثون عن قيمة الحضارة المصرية والعطاء المصري الحديث ليس فقط الحضارة الفرعونية القديمة والعطاء المصري في العصر الحديث. فإحنا بنتحدث هنا عن إن بلد تمتلك من الزخم الثقافي وتمتلك من الإرث الثقافي وتمتلك من المفكرين ومن الروائيين ومن المثقفين ما يجعلنا فخورين دائما بمصريتنا وبهويتنا وبالانتماء لهذا البلد. فبالتالي المادة الخام موجودة. بوفرة الحقيقة. صحيح بكسرة. طبعا. طبعا في جهود كتير اتعملت لكن أكيد في أمال أخرى معقودة على الدولة وعلى المجتمع المدني وعلى الإنسان المصري للحفاظ على الهوية الوطنية. ايه في رايك اهم المقترحات اللي ممكن نقدمها في هذا الاطار؟ هو يعني في الحقيقه حاجتين مهمين. يعني صحيح الدوله عليها او بتقوم بدور كبير. الثقافه يعني صناعه ثقيله والدوله يعني بتساهم في ان الكتاب يبقى موجود وباسعار زهيده دعم الكتاب والمفكرين والشعراء والادباء وكذا. طب موجود من خلال المؤسسات الثقافية المختلفة. أيضا اللي احنا بنتكلم فيه متاحف يعني هي الأعظم في تاريخ اللي مش في مصر. متحف المصري الكبير الجديد هو أعظم متحف في العالم. طبعا العالم ينتظره. أعظم متحف في العالم بحكم وبشهادة كل علماء المصريات في العالم. صحيح. بما يتضمنه من أولا حجم كبير جدا وعدد كبير جدا من الآثار المتفردة وأقسامه المختلفة ومعامل الترميم اللي على يعني على مستوى راقي جدا وعالي جدا وشباب مدربين على مستوى عالي جدا ومنطقة يعني أنت بتعمل حالة من التواصل الحضاري ما بين متحف حديث تنشئه مصر في عصرها الحديث وما بين واحدة من عجائب الدنيا العظيمة السبع هي الأهرامات. فأن تجعل هذا كله وحدة واحدة في كتلة واحدة سكنية واحدة في منطقة جغرافية واحدة ده في حد ذاته إنجاز عظيم جدا جدا يحسب للدولة. هل إحنا كده زي الفل ولا لسه في أمامنا الكثير إحنا في ملف الهوية الوطنية؟ إحنا أملنا وطموحاتنا كبيرة جدا. يعني عارف حضرتك لما بتثبت موقف أنت ثبتت موقف وضعنا الأساس القوي المتين. هو دكتور محمد هو المصريين بتحملوا التحديات الاقتصادية ليه؟ لأنهم قاموا ب 30 يونيو عشان هوية البلد.
والحفاظ على هوية البلد يجعلهم يتحملوا ما يتحملوه الآن طبعا. بصبر شديد. قدره السيد الرئيس وشكر المصريين على هذا الصبر أكتر من وعلى هذا الوعي في أكثر من محفل. القيادة السياسية مدركة ده تماما ولذلك ظهرت قرارات اقتصادية. طب القرارات الاقتصادية تساهم في الهوية في الحفاظ على الهوية؟ بالتأكيد قولا واحدا. ليه؟ لأني أن تعطي للأكثر احتياجا وأن تراعي الأكثر احتياجا وأن تذهب للبسطاء ولمن ليس لديهم صوت من صغار الفلاحين والمزارعين وتقول لهم الدولة ظهر وسند والدولة قائمة وموجودة تراكم بعناية وهي معكم. هذا الأمر يساعد في أن الانتماء يبقى أعلى يبقى أقوى. الله. الناس تشعر أنهم ليسوا غرباء في وطنهم. يعني حضرتك عايز تقول لي أنه الملفات كلها تتداخل كلها متشابكة. يعني لما نقول مثلا مشروع عظيم زي حياة كريمة ده بيخدم الهوية الوطنية بالتأكيد طبعا لأنه بيزود انتمائنا للبلد بيزود انتماء البلد بيحقق قدر كبير جدا جدا من العدالة التي كانت غائبة. أن تكون هناك مياه نظيفة، أن تكون الكهرباء متوفرة، أن تكون الغاز موجود، أنك بتعمل طرق وبنية أساسية. مين من 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 فكر في هذا ومن بدأ المشروع وبكل شجاعة؟ القيادة السياسية طبعا ليس أحد آخر يعني. فلا ومصر تستحق الحقيقة عشان يعني صحيح أن بقى عندنا يعني غاز وبقى عندنا مشروعات كبيرة وثقافية وغيره وكذا طبعًا. لكن تظل فكرة أن مصر بهذا بالزخم الثقافي بقوتها النعمة اللي هي أنا شايف أن هي ليست فقط قوة نعمة ولكنها قوة ضاربة وقوة كبيرة جدا جدا طبعًا. جعلت العالم العربي لسنوات طويلة جدا يتحدث اللهجة المصرية.